كيفية إنشاء تطبيقات الهواتف الجوالة دون برمجة. إذن في هذا الفيديو سنتعلم كيفية إضافة فيديوهات إلى تطبيقنا. إذن هنا توقفنا فيما قبل، أضفنا محتويين، الأول في الأعلى والثاني في الأسفل. إذن سنرى الآن كيف نضيف فيديو أسفل هذا، أننا أد كاتشي ثم نعبد إلى الأسفل. في البداية سنرى كيفية إضافة فيديو من اليوتيوب. إذن أد كيسو يوتيوب بلاير، نضغط عليه هكذا، ثم فيديو إيدونتيتي. ماذا نعني بفيديو إيدونتيتي؟ إذن سأحاول أن أضيف فيديو من قناتي على اليوتيوب تي في إيدونتيتي. ثم قناتي تي في إيدونتيتي سنختار فيديو معين من الفيديوهات، مثلا التحكم عن بعد في الأجهزة عن طريق الإنترنت. فنصل إلى هذه الصفحة، تأتي هنا في الأعلى. إذن هذه هي ما يسمى بالإيدونتيتي ديال الفيديو، هذه الأرقام اللي بعد الذي يساوي هذه. كوبي، ثم نأتي إلى هنا، ثم نضعها هنا كولي، ثم نضغط على فاليدي. هذه الخاصية خاصة بإضافة فيديوهات من اليوتيوب. نشاهدنا موضوعنا الأول، ثم موضوعنا الثاني، ثم فيديو اليوتيوب الذي أضعنا الذي يمكن أن نشاهده هنا مباشرة. هكذا. إذن الآن سنرى كيفية إضافة فيديو من حاسوبنا، يعني فيديو خاص بنا. إذن سنضيفه أسفل الأول. إذن هنا في هذه الحالة نستعمل أد كيوسو فيديو، أد كيوسو فيديو، نضغط عليه ثم يعطينا هنا يور. ماذا نعني بيور؟ يعني رابط الفيديو على حاسوبك أو على موقعك. يمكن كنت قد نصبت كيوسو على الموقع. إذن هنا لابد أن تكون قد أنشأت على موقعك سواء المحلي أو على الإنترنت ملفا مثلا خاص بالفيديوهات. سأوضح هنا، سأذهب إلى ريبيرتوار حيث نصبنا، ثم كيوسو. إذن هنا أضفت ملف، هذا الملف لم يكن موجودا أصلا، فهو أضفته، سميته فيديو. أنت يمكن أن تسميه ما تريد، تضيف وتضع فيه فيديوهاتك التي تريد أن تضيفها إلى تطبيقك. إذن هنا وضعت فيه مسبقا الجزء الثالث من الفيديو. إذن هنا يجب أن ننتبه جيدا لكي نعرف الرابط. إذن الرابط كاين في الأصل www، يعني في أصل الموقع ديالنا، ثم في كيوسو، ثم من كيوسو، ثم فيديو، ثم الاسم ديالو بارتي ثلاثة. نأتي إلى هنا، أول شيء 2/ بهذا الشكل، ثم الإي بي ديال الموقع ديالنا. نحن بالنسبة لنا نحن 127.0.0.1. إذا كنت قد نصبت كيوسو على موقعك في الإنترنت، ففي هذه الحالة يجب أن تدخل الأي بي ديال الموقع ديالك. هذا، ثم كيو سو ملف ديال كيوسو، ثم بداخله ملف فيديو، ثم بعد ذلك اسم الفيديو بارتي ثلاثة، ثم اضغط على فاليدي. لا تنسى الجوجل، يعني هنا الاي بي المحلي هنا، لكن اذا كنت كما قلت نصبته على يعني في الانترنت، فيجب ان تضيف هنا اي بي الخاص ب فضاء الاستضافه ديالك. اذا هنا من اجل اضافه فيديوهاتك الخاصه الموجوده على موقعك.
الطريقة الأولى خاصة بفيديوهات اليوتيوب، هذه خاصة بفيديوهات يعني من عندك أنت، يعني مستضافة على سواء على حاسوبك المحلي أو على وضع الاستضافة خاص بك. نشاهد الآن جديد هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني هو الكيميائية، ثم هذا الفيديو الذي أضفناه من اليوتيوب، ثم هنا يظهر لنا الفيديو الذي أضفناه قبل قليل. هو خاص بالجزء الثالث وهكذا. بقي لنا الآن كيف يمكن أن نضيف أي فيديو من الأنترنت، يعني أي فيديو كيفما كان نوعه. الطريقة هنا في هذه الحالة بسيطة جدا، تأتي هنا إلى أرتيكل، تنشئ محتوى جديد، تنشئ محتوى جديد. إذن الطريقة كيفما كان الفيديو على أي موقع في الأنترنت يمكن أن تحصل على رابطه، يمكن أن تستعمله. إذن هنا سنسمي مثلا العنوان، ثم نأتي هنا ثم نضغط على Tools ثم Source Code، ثم نأتي إلى الفيديو الذي نريد أن نقوم بنشره. مثلا سأختار دراسة نظرية وتطبيقية لشحن وتفريغ مكتف مثلا، هذا بالنسبة ليوتيوب، وهي يمكن الطريقة نطبقها على أي فيديو آخر. في هذه الحالة نذهب إلى بارتاجي ثم انتيغري، ثم تأخذ هذا كوبي، ثم تعود إلى هنا ثم تضع كولي. الآن هنا سأقوم بتصغيره شيئا ما، تنسى أخذ مثلا فقط هنا 5 ميجا وهنا 3 ميجا، هنا 3 ميجا، أوكي. ثم مباشرة يصعد الفيديو هنا، سأضعه في الوسط، ثم بطبيعة الحال ستقوم بمشاركة هذا الفيديو إذا كان لك، تعطي اسمك الدرسي والذي نشره يوم 22، ثم لن نضيف أي صورة، ثم فاليدي. إذن هنا أنشأنا محتوى يكفي أن نضيفه إلى صفحتنا، ثم نعود إلى صفحتنا الدرسي، ثم أد يوسف أرتيكل يأتي المرة أتبيسو أرتيكل، وسنختار أرتيكل فيديو الذي أنشأناه قبل قليل. سنأخذ شكله مثلا هذا الشكل، ثم سنأخذ فيديو ثم فاليد. وهكذا تحصل على 3 طرق لإضافة فيديوهات. طريقة لإضافة فيديوهات ليوتيوب مباشرة عن طريق الإيدنتيتي ديالها، ثم الطريقة الثانية إضافة فيديو خاص بك من على حاسوبك أو من على فرع استضافة ديالك الذي تستضيف فيه فيديوهاتك، ثم أخيرا كيفية إدماج فيديو من على الأنترنت. ممكن أن تستعمل الطريقة سواء بالنسبة ليوتيوب أو لغيرها. مثلا سنأخذ مثلا نعود إلى في انتظار إلى دايلي موشو، نشاهد أولا النتيجة، الموضوع الأول، الموضوع الثاني، ثم الموضوع الثالث من اليوتيوب، ثم الأخير في انتظار الآخر. الفيديو وهكذا طلعنا لأنه قد تدخل هنا
بالتأكيد الفيديو على قناة سيدة حول تفريغ وشحن مكتف تجريبية. نفس الطريقة يمكن أن تقوم بها مثلا بالنسبة للفيديو على دايمنشن. أختار فيديو على نفس الطريقة يمكن أن تقوم بها بالنسبة لأي فيديو آخر، مثلا هنا بالنسبة لي دايلي موشن اخترت هذا الفيديو إديكاسيون إكزومبل دي نيكول بيان فيونت أترابس، إذا تريد مثلا أن تدمجه في على تطبيقك يكفي أن تضغط هنا بارتاجي لا فيديو، يعطيك هنا فيديو انتيغري، فيديو انتيغري ثم تأخذ هذه بهذا الشكل كوبي فقط، ثم يمكن أن تعود إلى ارتيكل الذي قمت بشيء قبل قليل، فهنا نريد أن نضيف فيه فيديو ثاني دائما سورس، سأترك الأول، سأعود إلى السطر ثم أضيف الآخر الفيديو الثاني. أوكي، الفيديو الأول ثم ستلاحظ أن هناك ذلك الفيديو الثاني، سأضعه في السطر الآخر ثم اضغط على غالي، وهكذا يمكن ان تدمج ما شئت من الفيديوهات. من هناك عدة طرق لإضافة الفيديو بشكل متنوع. ثم نعود الى صفحتنا فاعتذر على الصوت، فانا مصاب بشيء من السكر حفظكم الله. هنا نلاحظ موضوعنا كما أن هناك ذلك فيديو، الفيديو الأول خاص بي وأنا، ثم الفيديو الثاني قد تم إدماجه من ذلك المصور، ويمكن تشغيله. وهكذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. الفيديو القادم إن شاء الله سنخصصه لكيفية إضافة الصور وألبوم الصور إلى تطبيقنا. فإلى فيديو قادم بحول الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة لتشجيعنا وليصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.